il est rusé. Il est rusé. يعني فيه التحراميات. Les ruses وهما التحراميات. يعني فيه التخلويض وفيه بالعربية تنقولوا الحيل وهما les ruses. تنقولوا il est rusé comme un renard. يعني عنده داك الحيل بحال شي ثعلب. فوالا. بالنسبة للمؤنث تنقولوا elle est rusée. Elle est rusée. فيها التحراميات. يعني فيها التخلويض. عندها الحيل. كما قلنا les ruses. Les ruses وهما التحراميات. الحيل. La ruse signifie malice. Ce terme désigne l'habileté d'une personne à agir de façon astucieuse, maligne ou déloyale afin de parvenir à ses fins. La ruse est un stratagème utilisé pour tromper. كما قلنا la ruse signifie malice. يعني بحال واحد النوع من التحايل واحد. Ce terme désigne l'habileté d'une personne. يعني واحد الانسان عنده واحد المهاره واحد يعني واحد المهاره وتيوظفها يعني بطريقه ديلويال بواحد الطريقه غير قانونيه وغير شرعيه. يعني توظف هذه الحيل ديالو وهذه التحراميات ديالو باش يوصل للمبتغى ديالو pour parvenir afin de parvenir à ses fins باش يوصل داك الشيء اللي باغي. لا ruse est un stratagème يعني واحد النوع من واحد استراتاجيم واحد طريقة يعني utiliser pour tromper يعني طريقة ديال التخلويض باش 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 تحتال على الإنسان pour tromper. Il est très doué. يعني هادو عبارات متفرقة ولكن القاسم المشترك بيناتهم وهما تستعملوا في الحياة اليومية سواء في المدرسة أو في الدار أو في العمل أو في الشارع. Il est très doué أو تنقدروا نقولوا il est doué. إلى دوا يعني ذكي بزاف دارجة تنقولو تيطيرها في السماء. إلى تخي دوا هي تيطيرها في السماء. يعني حاول هاد العبارات حاولوا توظفوهم في الحياة ديالكم اليومية باش تكتسبوا الطلاقة يعني وباش ديك الفرنسية يعني تستوعبها مزيان. إلى تخي دوا تيطيرها في السماء. يعني في عوض ما تقول بالدارجة انت هذاك الإنسان راه ذكي أو تيطيرها في السماء حاول تقولها بالفرنسيه il est très doué. المؤنث يعني الفيمينان غادي تقول elle est douée او bien elle est très douée يعني تطيرها في السماء ذكيه. كاين واحد العباره اخرى بالفرنسيه تيقولوا elle est brillante يعني مجتهده بزاف وذكيه بزاف وتطيرها في السماء. elle est douée. il est intelligent. intelligent يعني جايه من l'intelligence وهو الذكاء. il est intelligent وهي ذكي يعني ذكي. اما دوي راه زايد عليها. تنقولوا كذلك il est studieux. il est studieux يعني تيقرا قراي. il est studieux تيبغي يقرا تيجتهد في القرايه وعندو نقاط مزيانه. il est studieux. الفيمينين elle est studieuse. elle est studieuse. il est actif يعني انسان نشيط وتيبغي يخدم تيبغي يتحرك يعني ماشي معجز. il est actif هذا في الماسكولين. في الفيمينين تنقولوا elle est active جايه من l'activité. l'activité وهو النشاط ياك. elle est active وهي نشيطه وتتبغي تخدم. نمشي نبعدوا شويه باش يعني il fume يعني هذا يعني هذا الواقع. il fume. il fume وهي تيكمي. il fume يعني تيكمي. il fume la cigarette تيكمي الكارو يعني يدخن السيجارة. il fume تنقولو fumeur وهو مدخن تيكمي يعني كماي. il fume تيكمي. il est buveur. buveur وهي مبلي تيشرب تيشرب الشراب تيشرب الخمر. il est buveur يعني مدمن على شرب الخمر. il est buveur. non fumeur non buveur يعني ما تنكمي ما تنشرب. مثلا كمي ما تنشرب يعني هذه تستعمل في سواء في الحديث ديالك او تلقاوها بعض المرات في لي زيسباس بحال دابا في القهاوي تكتبوا يعني هذه البلاصه يعني ريزيرفي بور لي نون فيمور او بيان لي نون بوفور يعني هذا المكان راه مخصص للناس اللي ما تيشربوش وما تيكميوش.